هيعرف الحقيقة في اسكندرية. جعفر العمدة هيرجع سيف لحضنه ويخلص على دلال. جعفر العمدة خلاص عرف الحقيقة، هياخد سيف ويروحوا لخالته في اسكندرية علشان يعرف طريق ابنه. وبعد ما يعرف ان دلال هي اللي خانته واتفقت مع بلال شامة، قرر ينتقم من دلال وشوقي اخوها، وهيرجع حق سيد اخوه ويرفع اسم عيلة العمدة من تاني. تفاصيل واسرار كتير هنكشفها عن احداث الحلقات الجاية من المسلسل اللي قلب الدنيا وخلى المصريين كلهم يتجننوا على احداثه والغازه، وما بقاش في حد لا كبير ولا صغير الا ومتضامن مع جعفر ونفسه يوصل لابنه ويجيب حقه من عيلة فتح الله. تعالوا بقى نكشف لكم لغز المسلسل، وازاي جعفر هيعرف ان سيف هو ابنه اللي بلال شامة خطفه، وازاي هياخد حقه من دلال اللي كانت حب عمره. المستخبي كله بان، والعقد الدرامية اللي محمد سامي حطها في مسلسل جعفر العمدة كلها اتحلت خلاص في حلقة النهاردة، بعد ما الناس كلها فكرت ان العربية اللي خبطت بلال شامة قطعت طرف الخيط وان السر هيتدفن مع بلال. الحكاية اتقلبت، وجعفر عرف من سيف طريق خالته اللي تعرف عنه كل حاجة، وقرر ياخد سيف ويروح لها اسكندرية علشان يعرفوا منها كل حاجة. واضح كده ان قلب جعفر خلاص هيرتاح وهيريح المصريين كلهم معاه لما يعرف ان سيف هو ابنه ويرجعه لحضنه، وده المشهد اللي كلنا مستنيينه على احر من الجمر. كل الناس ما بقاش ليها سيرة غير سيرة جعفر العمدة، الكل عايز يشوف المشهد اللي هيبقى مليان دراما، عايزين يشوفوا ازاي محمد رمضان هيطلع مشاهد الفرح والحزن والشوق في مشهد واحد. والحقيقة بقى ان محمد رمضان قدر يثبت لكل الناس انه نمبر وان فعلا، لانه جسد كل الادوار والمشاعر الانسانية في مسلسل جعفر العمدة ومثلها بامتياز كمان، وده شفناه في الاكشن بتاعه في اكتر من مشهد، وكمان ادوار الشر لما علم على عيلة فتح الله، ده غير الحزن اللي عبر بيه عن خسارته لابنه، وكمان عامل مشهد درامي من الطراز الاول مع سيد اخوه لما خلاه يحلف على المصحف ان مش هو اللي خطف ابنه، وبعدها اخده في حضنه وكأنه جمع كل مشاهد الغل والشر والخوف والقلق في انسان واحد، ورجع قفلها بفرحة وراحة في نفس المشهد، وكأنه بيقول للناس انا رقم واحد، انا الممثل اللي الدراما المصرية فعلا محتاجاه. وبعد ما عرفنا ان جعفر هيعرف ان سيف هو ابنه في الحلقة الجاية، اكيد الكل دلوقتي بيسأل طب وهيعمل ايه مع دلال؟ جعفر يا جماعة هيقتل دلال اللي كانت حب عمره في مشهد درامي هيخلينا كلنا نعيط، وده لانه بعد ما يخلص عليها عشان يطفي النار اللي جواه واللي جوانا، هياخدها في حضنه ويصرخ زي المجنون لما يبدأ يفوق من الغل اللي فيه ويفتكر كل الحلو اللي في قلبه ليها. هيبدأ معاها رحلة انتقامه من عيلة فتح الله، وبالاخص شوقي اللي هتبقى نهايته سودة في المسلسل. تابعونا باستمرار علشان نقول لكم كل جديد عن المسلسل اللي محير مصر كلها.